شهدت الأسواق في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين ارتفاعاً كبيراً في أسعار الطماطم، مما أثقل كاهل المواطنين الذين حملوا بدورهم الحكومة الاتحادية مسؤولية هذا الارتفاع بسبب عدم توفير الدعم اللازم للفلاح. ارتفاع ملحوظ في أسعار الطماطم شهدته الأسواق في قضاء بلد حتى وصلت لأكثر من 2000 دينار. الباعة عللوا الأسباب لإغلاق الحدود مع الدول الجوار واختفاء الطماطم العراقية. حدود إيرانية، كانت الطماطم كيلو ب 750، ثاني يوم الصبح صارت ب 1000 وربع، ثاني يوم صارت ب 1000 ونص، ثالث يوم صارت ب 2000 الا ربع، وهسه صارت ب 2 ونص. هاي الطماطم هولندية، طماطم مال ممنوع مال إيران منعات. هاي شركة تركية جتي جابت لنا طماطم وجتي نبيعها ب 2000 ونص كيلو، وين 5000 دينار. مواطنون حملوا الحكومة العراقية مسؤولية ارتفاع منتوج الطماطم بسبب عدم توفير الدعم اللازم للفلاح العراقي وانشغالهم بالخلافات السياسية. طماطم غالية ب 2 ونص وب 3 وب 2000. السبب هو الدولة. بالحرف الواحد اقول لك ليش؟ ماكو دعم للفلاح. كل دعم للفلاح ماكو، مبتلين بالمشاكل. قال انتخابات وحشر انتخابات، قال الجمهوريه وحشر الجمهوريه، قال رئيس وزراء وقال رئيس الوزراء. شنو بحث احنا معلم شنو صار 16 سنه؟ صح السنة معلم شنو؟ قال دا سواء الشعب بجهه والدوله بجهه. شنو حصلنا شنو من علوم؟ خلي يحطون علم على الشعاب، مين يحرم من الله؟ بالاخره وين شو يسوون بالاخره؟ كافي عاد 22 صندوق طماطم العلوان لسه على البسطات غاليه، ما حد يشتريها. السبب شنو؟ دوله. ماكو دعم، ماكو مبتلين، ما حصلت لك انتخابات، رئيس وزراء، برلمان، رئيس جمهوريه، احنا شو محسن من علمنا يا رب. تذمر واستياء من قبل الاهالي من الازدياد الكبير والمفاجئ في اسعار الطماطم، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المختصة ووقف هذا الارتفاع. كثر الحديث هذه الأيام في قضاء بلد عن ارتفاع أسعار الطماطم وصولا لسعر الكيلو الواحد لأكثر من 2000 دينار، فالبعض أطلق تسمية على الطماطم بالذهب، والآخر أطلق تسمية بحج طماطم لارتفاع أسعارها. من قضاء بلد لفضائية صلاح الدين علي البلداوي.